او في اي مكان في انحاء جمهورية مصر العربية. يا ترى يا هل ترى ممكن يبقى فين؟ مش عايزين نسبة الاحداث، بس عايزين نتمنى انه ده يحصل باذن الله، لانه هيبقى في كلام كتير معانا على الموضوع ده. لكن بسرعه كده الى اهم التفاصيل اللي موجوده، انه منذ لحظات بعثه نادي الزمالك توكلت على الله الى الكويت مباراه العوده. انتوا عارفين كان الزمالك تعادل في مباراه الذهاب هنا بدون اهداف، الوقت طويل قوي ما بين مباراه الذهاب ومباراه العوده، وبالتالي يعني اتصور الناس قربت تنسى. نفس الامر بالنسبه للاهلي، نفس الامر بالنسبه للاسماعيلي. بعثه الزمالك جنس وعماد السيد وعمر صلاح والونش ومحمود علاء وحمد النجاز واحمد ابو الفتوح ومحمد عبد الغني وبهاء مجدي، فرجاني ساسي وكهربا وطارق حامد وابراهيم حسن واوباما ومحمد ابراهيم وحميد احداد ومحمد عنتر وعبد الله جمعه ومحمود عبد العاطي دونجا واحمد مدبولي وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد. طاقم الحكام اللي هيدير هذا اللقاء هيكون من الاردن، من ادهم مخدنه واحمد رويلي ومحمد خلف وعمر لمعاني. اتحاد كمان ادى مباراه الاهلي والنجمه الى طاقم حكام سعودي، تركي محمد لخضير ومحمد مكي العبكري وفهدي العمري ومحمد الهويش. الاهلي محتاج الفوز باي نتيجه او التعادل باي نتيجه ايجابيه يصعد من خلالها الى الدور التالي. الاسماعيلي النهارده بيختتم كل استعداداته لمواجهه الكويت الكويتي بملعب الاخير بكره ان شاء الله الساعه 6:30. الاسماعيلي ما عندوش مشكله، الاسماعيلي كسبان لقاء الذهاب 2-0 وكان عنده مشاكل بس يعني اداريه، الحضري ما كانش عايز يسافر، كانت في بعض الازمات والمشاكل يعني، لكنه حسني عبد ربه كابتن الفريق تدخل بعد رحيل المدير الفني الجزائري خير الدين مضوي في تجربه لم يكتب لها النجاح. نتمنى ان شاء الله النادي الاسماعيلي كل توفيق وكل نجاح. اتحاد الكوره استقر على فتح باب الترشيح للانتخابات التكميليه، يعني خلاص بعد الاعلان نزل النهارده او نزل لبكره، يعني اعتقد هتبقى يوم 30 يوم 29 والانتخابات الجمعيه العموميه هتبقى يوم 30 31 اكتوبر باذن الله. كل التمنيات بالتوفيق للجميع. كابتن محمد يوسف استقر على تفعيل عقوبه ناصر ماهر صنع العاب الفريق، شارك في مباراه مش مباراه يعني لعب كده حاجه استعراضيه في مدينه السلام، كان في 48 ساعه فقط لا غير على مباراة الاهلي وحرية كوناكري. تعالوا بس نقف شوية مع الموضوع ده عشان تعرفوا برضو الاهمال لما بيصيب لاعب. حرية كوناكري الاهلي كسب 4-0 وما شاء الله صعد الى المباراة نصف النهائية في البطولة الافريقية. حرية كوناكري ناصر ماهر كان مرشح ان يكون ليه مكانة اساسية في تشكيلة الفريق. حرية كوناكري يبقى كان معناها في مجد بالنسبة للعيب، في مكافأة مادية. لكن تخيلوا بقى ولد صغير موهوب وكلنا بنحبه وكلنا بنتكلم عنه احلى اروع اجمل كلام، يسيب ده كله ويروح يلعب مباراة خماسية في الشارع، مع اصحابه. يعني مين بقى اصحابه؟ مش مهم بقى اصحابه دول فيهم بيليه، اصحابه دول فيهم احمد فتوح بتاع الزمالك، اي صاحب يعني 21 سنة ولسه لعيب موهوب يعني. فطبعا فاستبعد من مباراتين ورا بعض، اتخصم له 30,000 جنيه، خد انذار بتغليظ العقوبه والايقاف كمان، يعني مباراتين ما بيلعبش وخصم مادي. اتصور انه ده اكبر يعني درس للعيب زي ناصر ماهر وكل اللعيبه اللي ممكن يفكروا بكده. وكل التحيه الحقيقه لاداره الاهلي المحترمه، لانه رغم انه المباراه كانت قريبه جدا ورغم ان الاهلي كان في احتياج شديد جدا لناصر ماهر، لكنه يعني القيم والمبادئ والاخلاق فضلوها عن الله. خافيير اجيري كان في لندن في حضور جائزه افضل لاعب في العالم، واستغل ده انه هيروح النهارده يتفرج على مباراه ليفربول مع تشيلسي في كاس رابطه المحترفين. وبالمناسبه اتحاد الكره بالامس نفى رسميا وصول اي كلام انه الراجل جاله عقوبه وانه ايقاف وخمس سنين وحبس وشنق واعدام كروي زي ما بيقولوا. كل الكلام ده تم نفيه رسميا. هل اجيري هيروح المباراه يتفرج على زملاء صلاح؟ لانه
في كلام كتير بيقول ان صلاح لن يشارك في هذا اللقاء. دايما في مباراه الكاس المدربين بيريحوا معظم اللاعبين الاساسيين. لجنه المسابقات في الدوري العام عدلت مباراه اتحاد سكندري والجونه في الاسبوع التاسع، هتكون اول مباراه تحت قياده حلم طولان، هتقام 3/2 اكتوبر الساعه 5:30 بدل من 3:30 احسن، تبقى الدنيا كده تروى شويه. كمان قدمت مباراه بيراميدز وبتروجيت في الاسبوع العاشر، هتقام 4/3 اكتوبر بدل من الحد 7 اكتوبر، واجلت بتروجيت والاهلي والزمالك وبيراميدز وسموحه والمصري في الاسبوع التاسع، ومباراه الزمالك والمصري في الاسبوع ال11 عشان تعارض المواعيد مع كاس افريقيا للانديه. رامي عباس بعد جديد خطاب جديد لاتحاد الكوره بشان الحقوق الاعلانيه، بيحذرنا رسميا يعني من ارتداء محمد صلاح. هو هنا الكلام مش واضح، البعض بيقول ارتداء ملابس والبعض بيقول لا الصور، وانا برجع تاني اقول ارتداء ملابس ده حق الاتحاد، الراجل بينزل يتمرن بيلعب الماتشات بيسخن بالفانيلات، كل ده حق الاتحاد الطبيعي يعني، اما انه يستخدم في صور او في اعلانات ده حق محمد صلاح. النادي الاهلي بيوقع دلوقتي مع هيئه المجتمعات العمرانيه عقود استلام الارض الفرع الجديد، وبيقولوا على طول بعد 15 يوم بياخدوا الامر التنفيذي، وبالتالي تبدا يعني ملحمه جديده لبناء قلعه جديده من قلاع النادي الاهلي في التجمع الخامس. اللي هو ثروت سويلم قال 10,000 مشجع هيكونوا في مباراه الاهلي وفاقس الصين باذن الله، و5000 دعوه، يعني شيء رائع وجميل. نادي النجوم اتفق نهائيا مع كابتن احمد سامي لقياده الفريق بعد رحيل الاسباني انطونيو كالديرون، محدش عارف السبب الرئيسي في رحيله ايه، بعض بيقول الراجل هو اللي راح هو اللي قعد هو اللي مشي هو اللي ما كملش، المهم صلاح علاء حسب الله رجع لمنصبه تاني كمدرب عام، واحمد سامي هيكون مدير فني، وعنده مباراه مهمه جدا امام الانتاج الحربي، معروف ان هم في المركز 16 برصيد 6 نقاط. النهارده مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطايره هيعقد اجتماع برئاسه كابتن خالد ناصر سليم، هيشوف عدد من الملفات اهمها عايز مدرب جديد بعد اعتذار محمد مصلحي المدير الفني السابق، لانه الراجل في اتحاد السله واتحاد الطايره مسموح انه المدرب يدرب يجمع ما بين الاثنين، لكنه محمد مصلحي المدير الفني النادي الاهلي عايز تركيز اكتر مع النادي الاهلي. في الزمالك خدوا لعيب اسمه سيمو دابوفيتش، ده جاي من الجبل الاسود بيدعم صفوف الفريق كره الطايره، كده جابوا 4 لعيبة احمد يوسف واحمد ضياء ومحمد الحسيني مع المحترف سيمو، واضح ان احنا هنشوف موسم قوي جدا حتى في الكرة الطائرة هذا الموسم. خليني قبل ما اروح لفاصل اقول لكم اتحاد الافريقي الكاف الجدول مباريات افريقيا يعني او الموسم اللي جاي السوبر هيبقى عامل ازاي. خليني اقول لكم العنوان الرسمي، يعني البطوله ان شاء الله هتنطلق بدءا من شهر نوفمبر وتنتهي في شهر مايو 2019، يعني يا دوب تخلص بطوله الابطال وبطوله الكونفدراليه وتتجه مباشره الى البطوله الجديده. النسخه اللي بعدها بقى كمان هتبدا في شهر اغسطس 2019 وتخلص في شهر مايو عشان يتبع نظام الاتحاد الاوروبي في مواعيد بطولات الانديه. ليه عمل كده الاتحاد الافريقي وحسنا فعل؟ الاتحاد الافريقي بصراحه كان بيهرج، يعني انت جاي تلعب ولا جاي تهرج؟ يقولوا له الحقيقه احنا جايين نهرج. دلوقتي جايين نلعب، بقت القصه لعب، انه معظم اللعيبه دلوقتي بتوع المنتخبات بيبقوا محترفين في الخارج. فكان لازم رزنامه المنتخبات تتفق مع رزنامه الدوريات الاوروبيه، ما ينفعش النهارده يبقى الدوري في انجلترا مثلا شغال وانت بتقوم جاي واخد اللعيبه، فاللعيبه ما بتلعبش، ممكن يرجعوا يفقدوا مكانتهم الاساسيه، بتبقى مشكله في هذا الامر يعني. وبالتالي كان لازم تظبط كمان بطوله الانديه عشان تمشي كله بقى في خط سير واحد، يا اخي الدنيا تنتظم بشكل كويس. هذا الافريقي القديم برئاسه عيسى حياته كان راسه وقال في السيف لا هي كده، انا مبسوط كده، انا مرتاح كده، انت عدل انا مش عدل.
حتى كمان هذا الاتحاد الحقيقة برئاسة احمد احمد كان عنده من الشجاعة ما يكفي انه يغير نظام بطولة الامم الافريقية نفسها. احنا كنا البطولة الوحيدة في العالم اللي بتتلعب في شهر يناير، فبرضه في وسط الدوريات الاوروبية كلها يجوا اللعيبة لمدة شهر يرجعوا على الاندية الا اذا كان لعيب سوبر بقى ومكسر الدنيا، يرجعوا اماكنهم بتروح من فرقهم يعني. فالاتحاد الافريقي كمان عدل بطولة الامم الافريقية للمنتخبات بقت شهر 6 وكل سنتين، وانا مش عارف برضو ليه احنا القارة الوحيدة اللي بتلعب كل سنتين، حتى كوبا امريكا لاتين امريكا بتشتغل كل 3 سنين، بس بطولة مش منتظمة قوي، وتلاقي واحد جاي مش عارف مرة جايبين المكسيك ومرة جايبين قطر ومرة جايبين مش عارف اليابان وهكذا عشان يتفادوا العدد الفردي، مش عارفين يظبطوها. لكنه في كل الاحوال الاتحاد الافريقي السنة دي هتبقى صعبة، عشان كده عمر حسين قال الدوري السنة دي هيبقى صعب. الاهلي بفكرك هيلعب مع فاق سطيف في نصف النهائي، والترجي هيلعب مع بريميرو دي أوجستو الانجولي ايضا في نصف النهائي. الجميع بيتوقع ان شاء الله يكون النهائي باذن الله بين الاهلي والترجي، ثم في النهايه البطل النادي الاهلي، ونفس الامر باذن الله بالنسبه للنادي المصري في الكونفدراليه. نروح لاول فاصل ونرجع لكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المستمعين. طيب خليني اسالكم كده في قضيه، تيجوا معايا تشاركوا في قضيه ولا مش حابين؟ تعالوا نشارك في قضيه. امبارح فوجئنا كده سبحان الله، نمنا وصحينا حتى ما كناش لحقنا ننام يعني، بانه مباراه السوبر المصري السعودي بقت النادي المصري. فحلو المصري، حلو المصري جميل. يعني رأي سامي سرحان في الفيلم بتاع فول الصين، عشان قال له الصين حلو، الصين جميله، الصين روح الصين، فالمصري جميل. بس ايه الاسس يعني؟ ما انا عايز اعرف الاول الاهلي، لان الاهلي بطل الدوري والزمالك لانه بطل الكاس، تمام 100 100. وبعدين ظروف الاهلي ما تسمحش، فقالوا طب الزمالك يلعب الماتشين. مين اللي قالوا بقى هنا؟ قالوا له مفيش، قالوا له مفيش، هنا الاهلي مش موجود، يبقى التاني اللي هو مين؟ الاسماعيلي. صح صح. طب انت التاني قالك لا انا عايز الزمالك. يا عم الزمالك هيلعب الكاس لانه بطل الكاس، انا عايز الزمالك. وبعد شويه طب انا عايز الاهلي. طب يا جماعه ما هو ما تمشيش كده، ما هو الامر لازم يبقى بالاصول، ما فيش حاجه من غير اصول. جدول الدوري السنه اللي فاتت، اهلي بطل الدوري، اسماعيلي صاحب المركز الثاني، المصري صاحب المركز الثالث، الزمالك صاحب المركز الرابع، سموحه صاحب المركز الخامس. ده جدول الدوري العام. طبيعي جدا لما اعتذر البطل بتاخد اللي بعديه اللي هو الاسماعيلي، اذا اعتذر الاسماعيلي تاخد المصري، ده طبيعي جدا. المصري طبعا قال لك انا موافق جدا، بالعكس حاجه كويسه، ما اقول لك حاجه كويسه على فكره، الماتش ده ماتش كويس جدا يعني، الهلال السعودي مع اي فريق ده ماتش حلو، الهلال ده فريق تقيل، فريق عليه القيمه يعني. بس انا كمان لازم يكون عندي قواعد واصول ومبادئ اتحرك من خلالها، لانه فوجئت بقى بتصريح لرئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم استاذ عامر حسين، قال لك مصري في السوبر. انا ما اعرفش يا حاج عامر، مش عايزين نهزر. قال لك والله انا بهزر، والله ما اعرف. وبعدين ما حدش طلع بقى قال لنا الخبر ده صحيح ولا مش صحيح. بعدين طلع الاستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري قال لك احنا وافقنا على مشاركه الفريق في السوبر السعودي ومنطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة الأستاذ محمد ياسين، هي سألتنا وإحنا قلنا لهم إحنا موافقين وهنلعب يوم 6 أكتوبر، النهاردة 26 مارس، يعني أنت بتتكلم بالظبط بعد 9 أيام، بعد 9 أيام، هل المصري فعلا هيلعب؟ هل محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد اجتهد من نفسه وقال كده؟ هل محمد الخولي نائب رئيس النادي كانت دردشة بينه وبين محمد ياسين وبعدين في الاخر راح طلع قال الكلام ده على الهوا؟ احنا 26 سبتمبر مش مارس، ده عم عيد ميلادي بعد بكره كمان، هصدر فصدر هتم كام سنه بعد كده، بعد بكره مش مهم. المهم هل كلها اجتهادات؟ هل الزمالك هيلعب الماتشين؟ هل هيأجلوا عشان الاهلي يشارك؟ ما احنا عايزين نعرف يا جماعه، بس حد يقول لنا الحقيقه فين عشان نبقى عارفين
ما ينفعش كده نفضل ملخبطين الناس معانا واحنا كمان متلخبطين. لازم الامور تبقى واضحه بالنسبه للجميع، لكن بالشكل ده خلاص. بعدين استدرك بقى الحاج عامر حسين، قال لكن خلاص طالما في اتصالات ما بين رئيس الاتحاد والمصري عشان يشاركوا لا توجد مشكله. لا في مشكله يا حاج عامر، لازم الاتصالات تكون من خلالك، يعني لازم يكون من خلال حضرتك انت، لان انت اللي بتطلع تقول لي والله انا عندي. انا بحاول اجيب محمد ياسين رئيس منطقه بورسعيد عشان يقول لي هل العرض ده كان رسمي ولا كان العرض ده ودي ولا كان العرض حبي يعني، ولا انا عايز اعرف بس القصه ايه يعني، عايز اعرف. لانه انا اللي بسمع الحاج عامر هو بيقول لك انه المباراه هتبقى يعني ملعوبه بالاثنين، بس عامر برضو رجع تاني استدرك وقال انه المصري عنده يوم 3 اكتوبر مباراه قبل نهائي كاس الكونفدراليه، يعني هيخلصها بالليل يوم 3 اكتوبر بالليل. الطبيعي جدا بعد هيفي جيم او مباراه تقيله بتاخد يوم راحه، اللي هو 4 اكتوبر ده تبقى مريح كده وعامل تلج وعامل مغطس ومريح، وبعد كده تبدا ترجع تاني عشان عنده مباراه عوده بعدها بشويه، يعني يمكن دي هيبقى في وقت شويه وعنده مباراه دوري عام. فانا مش فاهم يعني، ما اعرفش. وبعدين قال ان عندنا مباراه في كاس مصر، لكن احنا ممكن يعني نراعي الظروف بتحددها، لكن علينا ان احنا نتاكد الاول من المعلومه. دي قضيه مهمه جدا يا جماعه، يعني انت بتتكلم على نظام دوري عام. الدوري العام مش على مزاج حد ولا على هوا حد. الدوري العام على مزاج النظام. لازم يكون في نظام. مفيش تأجيل لمباراة ولا تقديم لمباراة إلا لأسباب قهرية. في كل الدنيا كده، أنت حضرتك أنا دلوقتي ممكن أجيب لك حالًا تشيلسي ومانشستر يونايتد مباراة الدور الثاني في الدوري الإنجليزي. أو ريال مدريد مع فالنسيا مباراة الدور الثاني أو الدور الأول في الدوري الإسباني. أو مباراة اليوفي مع أتلانتا ومباراة الدور الثاني في الدوري الإيطالي، أجيبها لك حالًا. ما عنديش مشكلة. لكن انا اراهنك لو عرفت اجيب لك مباراه الاسبوع الجاي في الدوري المصري، الاسبوع الجاي اللي هو الاسبوع الجاي، زي ما انت شايف اهو تقديم مباراه بيراميدز 4 ايام وتاخير مباراه مش عارف ايه ساعتين وتاخير ده ايه وتقديم ده ايه. احنا في شغلانه يعني، الموضوع شغلانه صعبه جدا يعني. وكل مره بطلع اقول انا براعي عامر حسين وعارف ظروفه والدنيا صعبه، الدنيا صعبه بالنسبه له جدا، لان هو ما عندوش داتا شغال عليها، وعنده تغيير في بطولات الاتحاد الافريقي وتغيير في بطولات الاتحاد العربي، وحط المباراه دي هنا وشيل دي المباراه دي من هنا واعملها قص ولزق وماشيه بالشكل ده. ليفربول هيلعب الارسنال في الدور الثاني في الجوله 20 في الدوري الانجليزي يوم السبت 29 ديسمبر الساعه 5 بتوقيت القاهره. اجيب لك ماتش ايه ثاني؟ اي حاجه كده انا ممكن اجيبها لك بمنتهى البساطه وبمنتهى الراحه. يعني مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. حاجه عجيبه جدا وحاجه غريبه جدا الواحد يعني مش فاهمها. لازم اقول لك مثلا ريال مدريد هيلاعب برشلونه في الدور الثاني يوم هيبقى الحد 3 مارس 2019 الساعه 1 باين. باينه خالص الجدول محطوط بالمواعيد بالايام، الا اذا حصل بقى زلزال ولا حصل حاجه من الحاجات دي تبدا تغير المواعيد. دي قضيه مهمه. اذا كنت حضرتك عايز تعمل مسابقات منتظمه ومسابقات محترمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه في حفل الافضل يبدو انه بيعزموا يعني بعضا من كباتن الفريق يعني الفرق. فاتحاد الكوره صفر احمد فتحي يعني المفروض ان هو الكابتن الفعلي للمنتخب الوطني، ولو انه ما تمش اختياره في الاختيار اللي فات، بس احمد فتحي دائما وابدا بيظل الاختيار الاول او اوبشن رقم واحد. يبدا اي مدرب ما يجيبوش بحجه انه كبير في السن وبعد كده يبقى هو كابتن التيم، لانه الحقيقه على ادائه في الملعب يستحق ويستحق ويستحق. فالحضري قال لك الله انا اللي كنت اروح. قال له الحضري ان انت اعتزلت. قال لك بس انا اللي صوتت. برضه هل في اساس لسفر اللعيبه او ولا هي برضو على الهوى؟ برضو دي حاجات لازم نحط لها اسس، ما تبقاش على مزاج حد. ما يجيش حتى رئيس الاتحاد يقول الحضري اللي يسافر او فتحي اللي يسافر او سين او صاد او عين او لام. لا، يبقى في نظام معروف مين اللي هيسافر، معروف النظام اخباره ايه.
اخر حاجه في القضايا بتاعت النهارده يعني اللي استنى قضيه تاني بعد ما نرجع من الفصل، الاهلي ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه يفوز ببطوله ابطال الدوري، والمصري باذن الله بدون مقاطعه يفوز ببطوله الكونفدراليه. هيبقى عندنا السوبر الافريقي. السوبر ده يبقى الاهلي والمصري في مصر، مش هروح العبه بقى في الامارات، واروح العبه في دوله ثانيه. طب الاهلي والمصري في مصر هيبقى بجمهور، مش كده برضه؟ اه تمام. طيب هل احنا من دلوقتي، خلي بال حضرتك انت بتتكلم على شهر 11 او هدي لك ميعاده بالظبط، انا قلت لكم في بدايه الحلقه هرجع اقول لك تاني، هل احنا من دلوقتي عاملين حسابنا لحاجه زي دي؟ يعني ممكن ده يحصل، ممكن يعني نرتب نفسنا. هيبقى يوم 28 ديسمبر، انت خلاص خلصت شهر 9 10 11 3 شهور، هل احنا بنبدا نظبط نفسنا؟ ممكن يعني اعمل حساب بكره من دلوقتي عشان المباراه دي كان لها حساسيه معينه، وازاي تستفيد منها انك بقى تعيد الحياه الى طبيعتها بشكل واضح وكامل. قبل ما اروح الفصل بسرعه اروح استاذ محمد ياسين رئيس منطقه بورسعيد لكره القدم. صباح الفل يا استاذ محمد. صباح الخير يا كابتن شوبير، بصبح على حضرتك. صباح النور، ازاي حضرتك يا فندم؟ دلوقتي استاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري قال ان احنا وافقنا كنادي مصري على المشاركه في مباراه السوبر المصري السعودي بعد